سلامة ومرحبا بكم في كوجينتي. اليوم باش نطيب لكم ماكلة تونسية معروفة وبنينة يحبوها الناس الكل، اللي هي الملوخية. أنا باش نطيب اليوم الملوخية بالهبرة البقري. شنو نسحقو للملوخية متاعنا؟ أول حاجة لازمنا بودر متاع الملوخية. أنا خذيت 150 غرام، ناخذو معاهم 2 لترات و250 مليلتر ماء، ناخذو 200 مليلتر زيت نباتي، ولا تحب تخلط انتي وشنية، تحب زيت زيتونة وزيت نباتي، رطل هبرة بقري، قرايم فلفل في الاخر باش نرميوه باش يفوح لنا الملوخية، ولفاح. باش ناخو مغرفة كبيرة تابل، مغرفة كبيرة هريسة عربي، 6 ولا 7 فصوص ثوم مفرومين، 6 ورقة رند، وشوية ملح باش نفوحو بيه اللحم. توا أول حاجة نعملوها نحطو الماء متاعنا يغلي في كسرونة ونفوحو اللحم. صبو التابل والهريسة والثوم، شوية الملح. الملح ما نعملوش برشا على خاطر احنا والملوخية، خاطر فما تلقاها ملوخية مالحة، ما عادش نعرف نتكلم. دوك نعملو شوية جوس باش نفوحو بيه اللحم باش ما يجينيش مسوس، ومن بعديك احنا في الاخر نذوقو الملوخية متاعنا باش ما تجينيش مالحة برشا. خاطر معروفة هي الملوخية طبيعتها تبدا مالحة. ندخلو فيه تفاح بالكدير باش يجينا فاوح. نجم حتى كي تشتريه مثلا باش طيب الملوخية كتفوحو وتخبيه في الفريجيدير وتخليه لين تطيبها العشية ولا الصباح، الوقت اللي باش طيبها ولا في الليل. تنشري الصباح تفوحو وتركبها هكا في الليل باش غدوة تديرك حاضرة، سرتو للي يخدمو أسهل يركبوها في الليل بعد العشاء، نخليوها تطيب سلة سلة، غدوة يبدأ فطورهم حاضر. وتوا نغطيوها ونخبيوها في الفريجيدير. توا نبداو نطيبو الملوخية متاعنا. أول حاجة مضى بينا كل طنجرة باش نطيبو فيها تبدأ رزينة شوية باش ما تشدلناش فيها الملوخية، خاطر تقعد برشا وقت لازم ديما حاجة رزينة. كأنا غربلت هالملوخية توا ليه نصبو لها الزيت، لازم نغموها بالزيت بالكدا باش نقليوها. مضى بينا زادة بمغرفة لوح نخلطوها باش تبو العادة والعوادة متاعنا. الملوخية الزمنية قبل كانوا يطيبوها على الكانو تيب سلة سلة، توا ما عادش، توا عصر الزربة ولاو بالكوكوت. ما هي الملوخية باش تجينا بنينة المستحسن تيب سلة سلة. الملوخية متاعنا تخليت هكا الريحة بدات تفحفح متاعها، هكا نقعدو نحركو وما نحيوش يدينا عليها باش شكل الكعابر اللي فيها الكل يتحلونا باش ما تشدناش. توا الماء متاعنا غلي، لازم الماء يكون مغلي بالكدا، ونبداو نصبو عليها بشوي. بسم الله، ردو بالنا الماء سخون، نحركو تبدأ تتفاعل طا كما تتفجعوش منها. كان أول مرة باش تطيبوها تصبوا لها الماء كيفاش تولي تتلكمت في بعضها. كملو نصبوا الماء بتاعنا، من بعد كي تيب يتحلو هذوكم الكل، ما تخوفش معناتها، تقولش بها تهلكت ولا شبه ما جاتنيش الملوخية. ما سهلش كان الملوخية، سهلة وبنينة ريحتها،
هحركه هكا شويه حتى مكيفيش تولي تولي كعب كعب. بعد الكل هتتحلى بيك. نرميو رنديتنا نضبطها ونغطيوها ونخليوها حكاية 3 سويعات تيب في عقلها توا تتحل هذيك الكل وتلقات النخية نتاعنا ونقصولها في الغاز ونخليوها تيب سلة سلة. الملوخية نتاعنا كيف نشوفو كتحلت كامل 3 سوايع توا نحطو لها اللحم باش يطيب وباش يفوحها. منها اللحم اللحم نتاع الملوخية يجي بنين يطيب بالكدا. ونخليوها توا تيب لين تبقبق ويخرجك الزيت نتاعها الكل باش تعرف هالملوخية طابت. كتقر الزيت نتاعها يطلع الفوق وتحسها بدات تعقد شويه البات مع الجيري مش بات الملوخية نتاعنا تحسها تبدا خاطره شويه معناتها راهي طابت. نخليوها سلة سلة ونخليوها تتعقلها. توا الملوخية متاعنا بدات تخرج الزيت متاعها نرميولها قرين الفلفل باش يفوحها ونزيدو نغطيو عليها كبدات ونخليوها يسيب الجو متاعو في الملوخية متاعنا. كنحلوه شويه الفلفل ونملحوه ونحطوه في الملوخيه ونذوقوها كيف كيف هي ونشوفوها كانها ناقصه ملح ولا صفا. الملوخيه نتاعنا طابت قررت الزيت نتاعها كيف ما تشوفوا قديمه تقعدوا تحكوا كل ساعه طلعوا عليها مش كل ساعه معناتها كل شويه كل مره تتفقدوها هكا تحركوا باش ما تشد لكمش. وهذه الملوخية نتاعنا طابت نطفيو عليها وبعد نحطها لكم في الصحن نوريكم كيفاش الملوخية نتاعي حضرت كيف ما تشوفوا منظرها كيفاش جاي كسهلة وبنينة معروفة هي الملوخية متشية شم ريحتها عن بعد اللي طيبها حومة كاملة تشمها. ان شاء الله ما نكون شاهدكم فيها اوكا اللي تشاها يمشي يركبها كسهله وما تسحقش برشا حاجات. العمده على التقليه من الاول لازمك تقليها على نار هاديه باش ما تتحرقلكش وتجيك مره ومن بعد صب لها الماء وخليها تيب سله سله في عقلها على كل ما تيب سله سله على كل ما تجيك ابان مرحله مش في كيف بنت الكانون اما هاكا نطيبوها احنا على الغاز في عقلنا نجمو نركبوها في الليل هاكا تيب في عقلها وفي الصباح تنجم تكمل طيبها ما جات نص نهار اللي انتي فطورك احضر. هذه الملوخية متاعها نعملت معاها خبيزات طابونة في الكوشة كان تحبوا الروسيت عطاو نخلي لكم اليا كأحويج عربي هاكا واحد ينحي شهويته وين يتشهي حاجة يشمر على يديه ويصنف. وهذه الملوخية متاعنا واللي مازال ما جربهاش ننصحو يجربها خاطرها بنينة وسهلة. وان شاء الله تكون عجبتكم الروسيت وكان عجبتكم اضغطوا على لايك واكتبوا لي كومنتير شنو اقتراحاتكم ولا تعليقاتكم شنو اللي عجبكم واللي ما عجبكمش في الفيديو نتاعي. وما تنسيوش كان اول مره تتفرجوا فيا باش تضغطوا على سابوني وعلى جرس اللي بحث سابوني
باش ديما يجيكم جديدي، وصحة وبشفاء ليكم. ان شاء الله نتقابلوا في دي فيديو اخرين ووصفات اخرين، وباي باي.